ما تتصور قديش بابا وماما مشتاقين يشوفون. دعوة بهدف الزواج. أنت قلتي لهم عني؟ قلت لهم حبيبي عايد جاي اليوم يخطبني منكم على سنة الله ورسوله. تخفي أسرارا وغموض. بدري يا ولدي بدري، بديت أخاف والله. أي ورطة وقع بها تنفذ وتخلصنا. نور يا أبو نسر. لا مكان للهرب، اختيارهم لنا مكان عشوائي ولا سبيل للنجاة. صدقني الموت أهون بكثير. دم عايض غدا 9:30 بتوقيت السعودية على MBC 1.